بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعترته الطاهرين الهداة المهديين الذين ارتضاهم الله لغيبه واختارهم لسره وجعلهم خلفاء في أرضه وحججا على بريته. اللهم فثبت في قلوبنا محبتهم ومودتهم، وهب لنا الكون معهم، فإنك قلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الحديث في هذا اللقاء عن ليلة القدر، الليلة التي تعد أسمى ليالي السنة وأعظمها بركة. هي الليلة التي نعتها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: وليلة القدر سيدة الليالي. وقال عنها الإمام الصادق عليه السلام: قلب شهر رمضان ليلة القدر. وكيف لا تكون كذلك؟ وهي الليلة التي جعلها الله وعاءً وظرفاً لنزول القرآن الكريم فيها، وفيها يفرق كل أمر حكيم، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ليلة يترقبها الجميع وينتظرها، صغاراً وكباراً، فقراء وأغنياء، والسعيد والمحظوظ هو من وفق لإحياء هذه الليلة المباركة. بلغني الله وإياكم هذه الليلة ووفقنا لإحيائها، ونحن في أحسن حال وأوفر صحة وأتم نعمة، مكشوف عنا البلاء والوباء. أبدأ حديثي بقراءة سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. أورد الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في فضائل سورة القدر، قال: رواية عن النبي صلى الله عليه وآله رواها عنه أبي بن كعب، يقول: من قرأها، أي سورة القدر، أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر. الشخص الذي يقرأ سورة القدر له من الأجر كمن صام شهر رمضان وأحيا ليلة القدر. لكن ينبغي الالتفات إلى أن لفظ قرأ ينبغي أن يحمل على مداومة الدرس والاستمرار، بالإضافة إلى حمل هذه الكلمة وهذه اللفظة على معنى أعم، إذ يجمع إليها التفسير والتدبر والتأمل، وهذا ما يوافق الأخبار الواردة عنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. ويؤكد ذلك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: فضل إيمان المؤمن بجملة إنا أنزلنا، بجملة أو في خبر آخر بحمله، التفاض في النقط يعني. فضل إيمان المؤمن بجملة إنا أنزلنا وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم. إذن مطلوب تلاوة سورة القدر، ومطلوب كذلك معرفة تفسيرها والتدبر فيها وجعلها منهاج حياة وعمل في حياتنا الطبيعية.
لو ألقينا نظرة سريعة على تفسير هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في ليلة القدر، واختار الله سبحانه وتعالى لنزول القرآن ليلة القدر لأنها ليلة مباركة، ففضيلة ليلة القدر وبركتها سابقة لنزول القرآن الكريم، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، سميت ليلة القدر بليلة القدر لثلاثة أسباب أوردها المفسرون. السبب الأول، قيل إن القدر معناه التقدير، إذ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يقدر الأرزاق والآجال والأعمار وما يكون في السنة إلى السنة القابلة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، القدر بمعنى الشأن والمنزلة، إذ يقول تعالى: ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته. فليلة القدر معناها ليلة المنزلة والشأن والبركة والفضيلة. المعنى الثالث للقدر هو الضيق. نقرأ في سورة الفجر: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر عليه رزقه أي ضيقه. وفي هذه الليلة ليلة القدر تضيق الأرض على اتساعها بالملائكة، إذ تنزل ملائكة السماء وملائكة الرحمة إلى الأرض. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك ما ليلة القدر؟ أي ما أعلمك يا رسول الله يا محمد بهذه الليلة؟ وهذا يدل على عظمتها، وهذا يدل على علو شأنها وفضلها، إذ لا يمكن للعقول البشرية مهما بلغت أن تحيط بفضيلة وكن هذه الليلة إلا بتعليم إلهي أو وحي سماوي. ليلة القدر خير من ألف شهر. حمران بن أعين أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يقول له: سيدي ومولاي، ليلة القدر خير من ألف شهر، ماذا عنا بها؟ قال له: العمل الصالح من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من ألف شهر، خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. بمعنى أن الصدقة في ليلة القدر تعدل آلاف السنوات، تقريبا الألف شهر تقريبا تعادل 83 أو 84 سنة. صدقة بدينار كأنك متصدق في ألف شهر بها، ركعتان في ليلة القدر كأنك تصلي آلاف الركعات، صلة الرحم، العبادة، تلاوة القرآن إلى آخره من الأعمال. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل، هذه اللفظة أصلها تتنزل، هذا الفعل مضارع ويفيد بالاستمرار، أي أن ليلة القدر ليلة مستمرة في كل عام في شهر رمضان إلى أن تقوم الساعة. هذا فعل المضارع يوحي بذلك. تنزل الملائكة. الملائكة، المفسرون يقولون هذه الألف واللام الداخلة في الملائكة الموجودة، هل هي ألف ولام للعهد لو للجنس
يعني هل الملائكة الذين في السماء كلهم ينزلون إلى الأرض أو لا؟ أن هناك فئة معينة من الملائكة التي تنزل إلى الأرض. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يوردها ابن عباس يقول: إذا كانت ليلة القدر تتنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى. إذن الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر هم الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى. وين هذه سدرة المنتهى؟ في السماء السابعة على يمين العرش، وسمتها بعض الروايات شجرة طوبى. تنزل الملائكة والروح فيها، قيل الروح جبرائيل وقيل هو ملك أعظم من جبرائيل، بإذن ربهم من كل أمر، بأمر ربهم من كل أمر، أي بكل أمر في هذه الليلة يكتب وفد الحاج، في هذه الليلة تكتب الأعمار، تكتب الأرزاق إلى السنة القابلة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن هذه الليلة هي سلامة وأمان من كل خوف، من الشرور، من الآفات، من الشياطين، من المردة، من كل ما يكدر صفو هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى أن يطلع الفجر. بمعنى أن ليلة القدر تبدأ من غروب يوم 22 إلى فجر يوم 23 من شهر رمضان. وقيل سلام هي حتى مطلع الفجر، موجودة في الرواية أيضا أن الملائكة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلام هي بمثابة تحية، سلام إلى النبي وسلام إلى الخلفاء من بعده المعصومين. سؤال قد يتساءل أحدنا وهو تساؤل مشروع: الملائكة الذين يوزعون صكوك الغفران والرحمة والمغفرة في ليلة القدر ويكتبون الآجال وفد الحاج والأرزاق والأعمار وكل ما يعتري الإنسان في هذه السنة، لماذا لا يقوم الملائكة بهذه الوظيفة وهم في السماء؟ ما هو الغرض من نزولهم في ليلة القدر؟ هو تساؤل مشروع، يعني الملائكة يستطيعون يؤدون هذه الوظيفة وهم في السماوات العلى. الشيخ القمي في تفسيره علي بن إبراهيم القمي يقول في ذيل هذه الآية: تنزل الملائكة والروح فيها، يقول: تتنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما كتبوه من كل أمر، ولعل هذا السر في عظمة هذه الليلة وبركتها، أن الملائكة تنزل على إمام الزمان في كل زمان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الخلف القائم المهدي، ينزلون عليه ويطلعونه على صحائف الأعمال وما يجري على العباد إلى السنة القابلة. طبعا نحن ندعو ونحن في شهر رمضان، نقول: اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إذن ليلة القدر محورها الحقيقي، كنهها لبها، هو إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: آمنوا بليلة القدر، إنها تكون لعلي بن أبي طالب ولولده الأحد عشر من بعدي،
وعن أبي جعفر الباخر عليه السلام قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلنا تفلجوا. خاصموا يعني إذا دخلتم في جدل أو في بحث مع من لا يؤمن بالإمامة حاججوهم بهذه السورة إنا أنزلنا، فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنها لسيدة دينكم، وإنها لغاية علمنا. وسر المحاججة يعني إذا دخلتم في النقاش وفي المحاججة وفي المجادلة اسألوهم، قولوا لهم: إذا كانت الملائكة تنزل في ليلة القدر تنزل على من؟ هذا التنزل لابد أن يكون له منزل، أين هذا المنزل؟ المنزل طبعا هو حجة الله في كل زمان ومكان. عن إسماعيل بن سهل، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد، علمني شيئا إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة. يا له من سؤال جميل ورائع من هذا الصحابي، يقول: علمني شيئا إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة. قال: فكتب بخط أعرفه أكثر من تلاوتي إنا أنزلناه، ورطب شفتيك بالاستغفار. إذن هذه سورة القدر سورة عظيمة، سورة ينبغي، وأنا أدعو الإخوان كل من يبلغه صوتي أن يجعل جزءا من إحياء ليلة القدر هو أن يطلع على تفسير هذه السورة، قراءة هذه السورة باستمرار في النوافل في الفرائض في سائر الأيام، خاصة في شهر رمضان أن المداومة على هذه القراءة، قراءتها 1000 مرة في شهر رمضان في كل يوم يزيد الإيمان واليقين بأهل البيت عليهم السلام. إذن ليلة القدر هي ليلة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهي من اختصاصاته، فهو السبب المتصل بين السماء والأرض. وفي ليلة القدر ينبغي التوسل بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه والدعاء له حتى تتيسر أمورنا جميعا. يورد الشيخ الكليني في الكافي، ويورد ابن الطاووسي فلاح السائل، ويورد كذلك في الإقبال أيضا، ويورد الطوسي في مصباح المتهجد، يقول: تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وفي كل حال وفي الشهر كله، وكيفما أمكنك ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تحميد الله تعالى والصلاة على النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.